أخبار اليوم. اليوم وفود الإعلام من المملكة العربية السعودية دول الخليج ومصر الحاضنة للجميع. نشارك جميعا في صناعة هذا اللقاء الحدث الذي يجمعنا بعملاق نعاصره فنفتخر أننا نعيش في زمنه. فشكرا لمصر التي تحتفي اليوم بكبير من وطننا العربي. فنان العرب يلتقي معكم ليحتفل بعمله الجديد عالي السكوت، ألبوم ازدان بكلمات رائعة وألحان أقل ما يقال فيها روائع، وقع طلال المبدع في عالم التلحين. محمد عبده لألبومه الجديد. في الواقع أن الأستاذ محمد عبده أصر أن يكون ألبومه الجديد يطرح من القاهرة، وأن يغني الأغاني كلها في دار الأوبرا المصرية العريقة، ليسجل هذه المجموعة الذهبية من الأغاني الجميلة في دار الأوبرا المصرية. نحن اليوم كلنا نحتفي بفنان العرب له تاريخ كبير في هذا المجال، ولنعتبره من الفنانين المخضرمين في العالم العربي، ليس فقط في الخليج وإنما في العالم العربي أجمع، وهذا بشهادة الأخوة والأخوات الإعلاميين طبعا. فاللي أتمنى إن شاء الله أن نوفق في هذا الحفل، ونبارك باسمكم فنان العرب على طرح هذا الألبوم عالي السكوت. مساء الخير طبعا مصر أم الدنيا وأم الفن المجتمع العربي الإسلامي. أخذت فيها فرصتي الذهبية من بداية السبعينات، والليلة أيضا أشوف وجهي جميلة لها تاريخ جميل في حياتي وفي مسيرتي الفنية. مبسوط جدا إني راجع لها، وهذا اللقاء كان له أساس في دعوتي مسبقا في أمي الكبرى للمرة الثانية، وفرصة اليوم قد أكون مبشرة ومطمئنة بعودة وقوة السياحة العربية إلى أرض الكنانة مصر. أرجو من أخواننا ومحبينا في مصر أنهم يعذرونا على هذا الموقف الطارئ اللي كان فيه فقط وقف التأمل لما يجري في عالمنا العربي العربي. شكرا.